قلبي بقى الكاميرا. احنا كده لايف يا جماعه. الحمد لله. انا كنت عايزه اطلع معاكي. احلى احلى شيري في الدنيا واحلى واحده سعروسه وطارق احدث عرايس الوسط. ايوه مبروك الف مبروك. شيري طارق طبعا لازم هنحزل انا شويه هنحزل لكم انتوا الاثنين. فطارق من احلى ايوه هنحزله برضو لانه يعني بجد مامته عرفت تربيه كويس جدا. اللي بيحب مامته ويحترم مامته بيحب ويحترم كل الستات. انت ايه اللي لفت نظرك في طارق؟ لا ده موضوع طويل قوي ده ما يجيش في لايف واحد. يعني انتوا اتجوزتوا قبل مهرجان السينما؟ تعالي نطلع معاك. انا عايزه استنى نعملها كده. استنى فين نقلب ازاي يا طارق؟ عايزين نطلع سوا يا جماعه بنحاول. ايوه امسكوا انت يا طارق. ايوه كده اهو. ايوه هو شوكولاته جاب لها شوكولاته. جاب لي كنافه وجاب لي كنت فاكر انت كنت فين. كنافه بالجبنه النابلسيه. اه يا جاب كنافه وزيت زيتون. لو جاب الشربات من العميم من الاردن وبن العميم. ايام بقى ما كان بقى بيحاول ايام كنت جبت شربات. قول الحقيقه لسه ايوه لسه ولا ايه؟ والله بجيب والله اي حاجه هي ممكن نشتغل مع بعض اه ان شاء الله. عندنا مشروعين مع بعض ان شاء الله. بعد رمضان عندنا مسلسلين. هو كان المفروض ان واحد يجي ينزل رمضان يكون بعد بس الاثنين بقوا بعد رمضان. لسه مش عارفين هنختار انهي اللي ينزل الاول. الاثنين تلفزيون واحد اسمه انتقام سري والثاني لسه مختار. انتوا في انتقام سري ده اللي انتوا عرفتوا فيه بعض؟ لا 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 خالص. بس احنا بنات سوبر مان فضل بقى في دماغك سوبرمان بقى. ايوه ما بينساش. ان شاء الله دي لازم لازم ان شاء الله علشان هو طيب ومصلح وبحبه فدعته وضعت الاجر فتح واستجاب. انا مبسوطه بكم وبحبكم وانتوا مهمين وان شاء الله نلتقي قريب. بس حبينا ان احنا نتكلم لكم ونتكلم الناس اللي تشوفنا على الصفحه. طيبين ومبسوطين ان انتوا مبسوطين. اه والله قوي قوي قوي. بصد الناس لينا ده عامل لنا حاله فرحه. البركات اللي جات لنا دي كانت اهم حاجه عندنا والله العظيم.